قانون تجنيد الحريدين قد يكون سبباً في إنهاء الحرب في غزة حسب بعض المحللين، فهل يمكن لهذا أن يحدث فعلاً؟ يرى العديد من المحللين الإسرائيليين أن الأمر يمكن أن يحدث لعدة أسباب، من بينها الضغوطات التي يعاني منها الجنود الإسرائيليون وشعورهم بعدم المساواة، فمعظم جنود الجيش الإسرائيلي هم من الاحتياط ويعملون بوظائف أخرى في وقت يعفي فيه المجتمع الحريدي من كل هذه الضغوطات، وهذا يؤجج الانقسامات أكثر فأكثر داخل المجتمع والحكومة الإسرائيلية وينهك الاقتصاد. من ناحية أخرى، ينتظر المجتمع الإسرائيلي قرار المحكمة العليا التي كانت قد أصدرت قراراً مؤقتاً بتجميد تحويل الأموال الخاصة بالمدارس الدينية الحريدية في ظل رفضها مشاركة طلابها في الخدمة العسكرية. إصدار المحكمة قراراً دائماً بهذا الشأن خلال الأسابيع الخمسة القادمة قد يزيد من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، خلافات نشبت حتى بين أعضاء الكنيسة المنتمين لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، والذي يرفض عدد منهم طرح قانون تجنيد الحريدين بصيغته الحالية. والعامل الثالث هو أن الحكومة الإسرائيلية فشلت حتى الآن في تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بتوفير المزيد من الجنود. كل هذه العوامل قد تكون حسب المحللين أسباباً كافية لإنهاء الحرب في غزة.